يقول هذا السائل: يوجد حساب لي في البنك أودع فيه راتبي في كل نهاية شهر، وأقوم بسحب مصروفاتي عن طريق الصراف الآلي، هل المال المتبقي في الحساب عليه زكاة في نهاية السنة، حيث إن المال المتبقي مخلوط في جميع الأشهر؟ نعم، هو ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا حال عليه الحول. ولكن إذا كنت وغيرك كذلك من الموظفين، يقول: أنا لا أتمكن من تحديد حول كل مبلغ، لأن كل شهر يضع فيه رصيد، فهذا الأحسن أن يخصص وقتا من السنة كشهر رمضان، يخرج فيه كل ما اجتمع لديه من الرصيد، ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من العام القادم، وبهذا تبرأ ذمته، وهذا هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل الآن. نعم.